بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج أكثر من حوار على شاشة الزرقاء. حلقة اليوم هي أقول أنها حلقة الراهن، حلقة الوضع الراهن الآن في تطورات المشهد السوداني وقضية الحرب، حيث تنطلق اليوم الخميس بجدة جولة جديدة مما اصطلح عليه بمفاوضات جدة عبر منبر جدة، كما جاءت التأكيدات من القوات المسلحة ومن وزارة الخارجية السعودية. يسعدنا جدا في هذه الحلقة أن يكون ضيفنا الأستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار. أستاذ عثمان، التحية لك. أهلا وسهلا، الله يخليك. شكرا جزيلا أستاذ عثمان. ويعني أنت من الذين لك يعني إدلاءات مميزة وربما آراء جريئة في الآونة الأخيرة، خاصة في قضية التفاوض والحوار وهكذا. واحدة من الإدلاءات المعروفة والمعلومة في الآونة الأخيرة أنك قلت أن الحرب قد انتهت. كيف انتهت الحرب وما هي دلالة ذلك التي تعنيها يعني؟ طيب، أنا أعتقد أنه الناس لما يتفاجئوا بمثل هذه الجملة لأنه ما بيكونوا فاهمين معنى الحرب. الحرب في النهاية هي أهداف استراتيجية للقوة المتحاربة للوصول إلى هذه الأهداف. يعني هي من معارك العسكرية. المعارك العسكرية ممكن تستمر سنوات في أي منطقة، يعني وليس المقصود السودان بالتحديد. يعني لا قدر الله نتمنى في السودان أن تنتهي هذه المعارك، لكن امتداد المعارك لا يعني الحرب. الحرب هو هدف. يعني أنا ضربت مثال مثلا بحرب الأيام الستة سنة 67، نعم، العدوان الإسرائيلي على الدول العربية، مصر والأردن وسوريا. كانت هناك أهداف معينة تحققت في 6 أيام وانتهت الحرب كحرب. لكن المعارك استمرت سنوات بعد ذلك. كان في حرب استنزاف، كان في محاولات عبور قناة السويس، كان في كثير من المعارك، لكن الحرب بمعنى الحرب كانت انتهت. الحرب في التعريف العلمي الحقيقي هي ضرب من ضروب أدوات العمل السياسي. يعني ما في حرب من أجل الحرب. الحرب في النهاية دائما عبارة عن عمل سياسي، سواء كان بأفق قومي، بأفق إقليمي، بأفق دولي زي ما بيحصل الآن في أوكرانيا، لكن في النهاية هي عمل سياسي. العمل السياسي ما عمل مطلق، يعني ما حرب في الفضاء. بيكون دائما عنده أهداف معينة، أهداف استراتيجية وأهداف تكتيكية للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المهم. عندما تنتهي هذه الأهداف بيكون الحرب انتهت، لكن بتظل بعد ذلك معارك. في النهاية هي هذه المعارك هي هذه أوزار الحرب، إلى أن تضع الحرب أوزارها. لكن الآن في الوضع الموجود في السودان، الأهداف هي ما كانت أهداف سرية، يعني لدرجة أن تكون خافية على الجميع. هي أهداف معلنة أمام رؤوس الأشهاد من جانب قوات الدعم السريع. عند بداية هذه المعارك هي أعلنت أنها لديها هدف تغيير قيادة الجيش عن طريق إلقاء القبض على قيادة الجيش وتغيير قيادة الجيش. بعد ذلك بدأت تستخدم بعض أدوات التكتيكية، 56 الفلول للتكتيك، لكن هي بصورة مباشرة الهدف تغيير قيادة الجيش لامتدادات وعلاقات بالاتفاق الإطاري وعدم التوقيع على الاتفاق الإطاري، باعتبار أن قوات الدعم السريع تعتقد أن قيادة الجيش ترفض التوقيع وأنها هي التي تحاول أن تهيمن على المشهد السياسي. إذن دي معطيات الدعم السريع. هنا من جانب قوات الجيش اعتبرت أنه قوات الدعم السريع قوات متمردة خرجت عن سلطة الجيش ويجب إخضاعها. لو جيت أخذت الهدفين تلقى الهدفين انتهوا عمليا على الأرض. الهدفين غير موجودين الآن على الأرض نهائي. لا هدف في الاستيلاء على السلطة ولا هدف دحر التمرد. بالنسبة للهدف اللي بدأت به قوات الدعم السريع، قيادة الجيش اللي هي عاوزة تغير الآن أبعد ما يكون من قبضة الدعم السريع. يعني كانت قيادة الجيش الهجمات الأولى، الأسابيع الأولى كلها على قيادة الجيش لتحقيق هذا الهدف. فشل هذا الهدف، فأصبح هناك معارك وصلت لحد العيلفون ومضوم بان تمشي. نعم، دي ما عندها علاقة بالحرب. التعريف حتى التعريف العسكري للحرب، التعريف العسكري يقول إن الحرب هي مجموعة من الحملات، والحملات هي مجموعة من المعارك، والمعارك تتصف بتكتيكات الهجوم والتراجع وهكذا. لكن هل نستطيع أن نقول مباشرة بقولك انتهاء الحرب إنه الهدف الذي قامت من أجله الإقامة من أجله الانقلاب في 15 أبريل
باختطاف السلطة أو ما سمته القوات المسلحة باستهداف كيان الأمة الآن انتهى تماما وأصبحت هناك أثار للحرب. شوفوا الدليل على ذلك، ما الآن الدعم السريع مسيطر على القصر الجمهوري، مسيطر على الإذاعة، مسيطر على مساحات شاسعة في ولاية الخرطوم في الأرض، يعني حقيقة هو مسيطر على الوزارات، مسيطر على مقار استراتيجية عسكرية، كل الأماكن دي. طيب ليه ما على الحكومة؟ ما هو السؤال. طيب أنت بتتكلم عن تغيير قيادة الجيش لتغيير النظام السياسي باعتبار أنه هذه القيادة رفضت الاتفاق الإطاري ورفضت تسليم السلطة للشعب. إذا أنت بتتحدث عن يعني عن هدف سياسي وهو إعلان حكومة مدنية كاملة الدسم زي ما بيقولوا هم في شعاراتهم. طيب ما أنت عندك الحكومة الآن، ما تعلن الحكومة، ليه ما تعلن الحكومة؟ لأنه هذا الهدف سقط تماما، غير قابل. بالمناسبة الآن هذه المعارك التي تدور في هذه اللحظة في نيالة، مدينة نيالة، بتعبر عن وضع آخر، بتعبر عن سقوط الهدف الأساسي المركزي في الخرطوم ومحاولة إشعال سيناريو حرب جديدة تستهدف مكان آخر لأهداف أخرى، لكن الحرب بتاعت الخرطوم خلاص هي سقطت وأصبح هناك أهداف أخرى. ده بأكد على أنه الهدف الأساسي الذي كان مرفوع على الرايات انتهى، بدليل أنه عدم القدرة على إعلان حكومة رغم السيطرة على مناطق تكفي لإعلان حكومة. وزمان الواحد عشان يعمل انقلاب كان بيسيطر على الإذاعة بس والقصر الجمهوري والقيادة، هو القصر ذاته ما كان عنده أهمية كبيرة، والقصر ما كان عنده وبيمشي علينا. الآن صحيح. أنت بيسيطر على كل شيء، ليه ما عدت علينا؟ سنأتي علي مسألة نيالة في إطار المفاوضات. تنعقد اليوم ما يعرف الآن بعودة لمنبر جدة. صدر بيان من القوات المسلحة قال إن مفاوضينا سيذهبون لجدة بغرض تنفيذ متفق عليه سابقا، هو اتفاق جدة إذا كان في الإعلان حماية المدنيين أو في الاتفاق الآخر بتاع وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. صدر خطاب اليوم من وزارة الخارجية السعودية أو بيان رحب بعودة المفاوضات، وتحدث أيضا توافق مع إنه ضرورة تنفيذ متفق عليه سابقا، وربما ذيل بأنه في النهاية يتمنوا أن يكون هناك حوار سياسي لاستقرار في السودان، وهذا مبحث. كيف تقرأ البيانين؟ طيب قبل قراءة البيانين، الآن هذه المفاوضات معلقة بما يحدث في نيالة. إذا فعلا تطورات الوضع العسكري على الأرض في نيالة سارت في اتجاه سيطرة الدعم السريع على قيادة الفرقة 16 في وسيطرة بالضرورة على نيالة ومناطق أخرى حولها، يعني المفاوضات سقطت، ستنتهي المفاوضات كما انتهت نفس المفاوضات في السابق في عندما سقطت توريت وانسحب وفد السودان من المفاوضات في كينيا. يعني ده ما موقف هم عايزين تدخل مفاوضات بموقف لا لا أقوى لا لا يعني هي نفسها نظرية جارانك توك أن فايت، يعني أنا يعني استولى أحاول استولى هنا هنا الحامية وأدخل المفاوضات بموقف أقوى. ربما أيضا تكون هناك بعض ربما بعد فترة تعود، لكن الآن مفاوضات اللي بدأت الآن الجولة الآن ستتوقف إذا تغير الوضع العسكري على الأرض بصورة عموما حسب الأنباء الوارد الآن من نيال. الآن تم دحر الـ تمام يعني أنا بقول ده بس فقط لمجرد الإشارة لأنه عندما الحلقة يعني تكون مسألة الموضوع في الاعتبار. طيب نقرأ البيانات الصادرة من الوساطة، البيانات الصادرة من الطرفين الجيش ومن الدعم السريع. واضح تماما ودي أنا بقوله بمنتهى الثقة أنه أصلا في تفاهمات كانت جرت، المفاوضات لم تتوقف. المفاوضات دي ليست عملية الجلوس حول الطاولة أو طاولتين مفصلات من بعض كما كان يحدث في المفاوضات في البداية فقط، والحديث المباشر أو غير المباشر بين الأطراف. المفاوضات دي أحيانا عندها تكتيك وعندها آليات بتكون شغالة خلف الكواليس، أحيانا بتكون شغالة بتفاهمات مع دول، أحيانا بترتيبات تتخذ في النهاية بتضع الأطراف المتفاوضة في وضع معين عشان يقدروا هم يستكملوا بقية الاتفاق. المفاوضات لم تتوقف خلال الفترة الماضية، كان في ترتيبات دولية إقليمية مع كل الأطراف وتحركات على مستوى مبادرات متعددة، منبر جدة، دول جوار السودان في القاهرة، الإيجاد في أديس أبابا، كان في حركة كبيرة جدا في مختلف الجهات. نتائج هذه الحركة الآن هي التي أفضت إلى الجولة الحالية التي قسمت إلى ثلاثة مسارات، المسار الإنساني والعسكري، الأول ده الإنساني والعسكري وارتباطهم مع بعض وثيق، والمسار السياسي لاحقا بعد الوصول إلى
حل هذه المسألة. طيب نقدر نفرق، انت تكلمت انه هي ترتيبات دولية، نعم، في مبادرات فيها ترتيبات محددة، ربما أشارت بأنه ما جرى في جدة يتم تنفيذه، لكن ليست هي مفاوضات مباشرة بين مفاوضي القوات المسلحة ومفاوضي الميليشيا المتمردة، لكن هو إعاز في إطار ترتيبات دولية وإقليمية. هل هذا ما تريد أن تقول؟ أيوة، ما أقول لك مثلا على سبيل المثال القرار الذي صدر من وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أصول وأموال عبد الرحيم دقلوم مثلا قائد ثاني قوات الدعم السريع، ده جزء من المفاوضات. ما آليات اللي بيستخدمها المجتمع الدولي، ما هو قبل كده استخدم الآليات دي في إيقاع عقوبة متساوية على الجيش، شركتين من الجيش وشركتين من الدعم السريع. الآن استخدم هذه العقوبة مباشرة للشخصية الأولى في قيادة الدعم السريع، قائد ثاني الدعم السريع في الوقت الراهن بصورة مباشرة. ده جزء من الآليات، تكتيك الدول والمجتمع الدولي والإقليمي بصورة عامة في التأثير على طاولة المفاوضات، لأنه هذه الآليات هي بتستخدم بصورة متدرجة، يعني تكون موضوع في الاعتبار. والله حنمشي الشوط لحد نهايته، لكن حنبدأ الخطوة الأولى الثانية الثالثة الرابعة للضغط للأطراف عشان يصلوا لاتفاق، باعتبار أنه في النهاية مجموع هذه الضغوط الدولية والحوافز الدولية التي ممكن تقدم هي اللي بيكون المؤشر الأساسي في نجاح هذه المفاوضات. الآن لما يدخل الطرفين لهذه المفاوضات بظل الواقع ده، أنا أعتقد هم وهم يصلوا إلى داخل قاعة المفاوضات يعلموا أن الطريق والأبواب مفتوحة للاتفاق، يعني سيصلوا إلى الاتفاق مؤكد. طيب منو القسم؟ ما أنت قلت الحكاية دي ثلاثة مراحل، مرحلة العسكرية والإنسانية والسياسية، منو القسم الحكاية دي لثلاثة مراحل؟ وكل الأطراف وكل المراقبين يتحدثوا فقط الآن الشأن هو شأن عسكري وإنساني صحيح، بعد أن يتحقق هذا يمكن أن يفتح الباب السياسي، لكن برؤى مختلفة عن رؤية أن للدعم السريع دور سياسي في المرحلة. هي المسألة دي مقسمة بصورة طبيعية بالنسبة ده ما استحدث فقط لمنبر جدة، منبر دول جوار السودان واللي اجتمعت الآلية الوزارية التنفيذية بتاعته في جمينة، اجتمع وزراء الخارجية، هو وصل لنفس السياق، هو برضو قسمها لثلاثة مراحل ثلاثة مسارات بنفس التقسيم ده، لأنه بطبيعة الأزمة طبيعه الازمه هي بتمشي بالمسارات الثلاثه. لكن المؤكد في هذه المسارات الثلاثه هو ان المسار السياسي مرتبط بالمسارين الاوليين، بمعنى انه لا بد ان يكون هنا في شكل من اشكال التفاهم الذي يفضي في النهايه لتفاهم سياسي بين الاطراف، رغم انه انا كنت بعتقد من البدايه انه المساله كانت تكون معكوسه، انه لا بد كان المسار السياسي يكون متقدم على المسار العسكري لانه مساعد في تهيئه الحلول، لانه المساله دي الحرب دي في النهايه قامت على رايات سياسيه، الاتفاق الإطاري هو في النهاية الذي أدى إلى هذه الحرب. كان ممكن أن يكون هناك تفاهمات سياسية يمكن أن تساعد في الوصول إلى اتفاقات عسكرية بين حسب معطيات التوصيف لما جرى في 15 أبريل من أنه تمرد ومعطيات الواقع بهذه الانتهاكات وهكذا. هل تعتقد أنه مسار سياسي يعيد الدعم السريع للمشهد السياسي، أم أن الدعم السريع الآن خارج هذا؟ ما أنا مستغرب لما أقول مسار سياسي ويكون الحديث عن الدعم السريع، الدعم السريع ما سياسة، نعم. الدعم السريع إذا كان الدعم السريع منظومة عسكرية، لا خطاب الدعم السريع، أنا بتكلم الآن بعتمد لك على خطاب الدعم السريع، بيقول يا برهان، ده خطاب الدعم السريع، يا برهان سلم السلطة بدون لف ولا دوران. كيف يأخذه هو سياسي؟ ما هو ده هو بيعلن أنه والله أنا طرف عسكري وأنه أنا كطرف عسكري يجب أن أخرج ومعي الجيش من السلطة ويجب أن نسلم السلطة للمدنيين كاملة الدسم. طيب كيف هو بيقول الكلام ده كدعم سريع؟ أنا يقول لا أنت سياسي. أنا أعتقد هنا المعطى ما موجود، الدعم السريع هو قوة عسكرية كانت حتى التمرد كانت منشأة بنظام وقانون وهي قوة كانت نظامية وتحوز قائدة هذا على منصب الرجل الثاني في الدولة، لكن في النهاية ليس للدعم السريع أي علاقة بالمسار السياسي وليس له أي مستقبل سياسي على الإطلاق. تمام أستاذ عثمان، يعني هناك توصيف الآن طبيعي أنه يكون في غضب شعبي ويكون في سخط ورفض للعدوان وللاعتداء على الحرائر وبيوت الناس وهكذا، وبيعبر دائما هذا الغضب الشعبي عن أنه يعني يمكن يقول نحن لا نريد مفاوضات نريد حسم عسكري، وده تعبير طبيعي ربما صحيح، القوات المسلحة لها استراتيجيتها، لكن آخرين يحملوا هذا التوصيف أو يحاولوا تقسيم الناس بأنه هؤلاء دعاة حرب وهؤلاء دعاة لا للحرب.
برأيك شو؟ أنا أعتقد أنه فعلا يعني الجزء المتعلق بالحرب كحرب أو المعارك العسكرية امتداد الحرب المعارك العسكرية هذا يجب أن يكون شأن عسكري محض، يعني لا يتدخل فيه أي طرف سياسي أو أي طرف مدني، لأنه فيه كثير جدا من المعطيات اللي ما بتصير قدام الناس. يعني الجيش ما هو مؤسسة مهمتها أنها تقول للناس والله خططنا أن نفعل ذلك وأن خطة، لأنه في النهاية في تقديرات تقديرات العسكرية. نفس الوضع ينطبق على الدعم السريع. فإذا هذا الجانب يجب أن يكون خارج سياق اهتمام الناس، الحرب والمعارك العسكرية يجب أن نبعد منها كمدنيين، نترك هذا الأمر للتقديرات العسكرية، لكن نستخدم الأدوات المدنية والأدوات السياسية لجعل قرار الوصول إلى سلام واتفاق قرار سهل ومضمون وله جاذبية. ما في النهاية أنا عايز أدي حوافز للأطراف حتى المتقاتل أنه يا جماعة الأفضل أن تتفقوا، الأفضل أن توقف الحرب، والأفضل أن تكون هناك يعني لملمة للدماء السودانيين وإنهاء هذه الحرب. لكن أنت ما بتعملها بآليات عسكرية، ما بتقعد في المدرج تشجع الطرفين وتفترض أنه لا ده بينهي الحرب. أنت عليك تقوم بالعمل السياسي بتاعك المطلوب. ما الآن الغايب من يوم 15 أبريل حتى الآن هو العمل السياسي. للأسف شديد عندما بدأ هذا العمل السياسي بعد 3 أشهر تقريبا من الحرب، بدأ من نقطة الخلاف وبدأ لتكريس الخلاف. يعني الآن العمل السياسي ماشي عكس اتجاه الحرب تماما، يعني بدل من أن يكون عامل من عوامل إطفاء النيران أصبح واحد وقود لإزكاء هذه النيران العمل السياسي. يعني حصل الآن المشهد الليلة في مجموعة مجتمع في أديس أبابا. نعم، وده سؤالي الدار أسألك اليوم بدون مقاطعة، هل هي مصادفة أنه اليوم جدة وأديس أبابا اجتماع مجموعة الإطاري وآخرين وحتى تشاور جبا للكتلة الديمقراطية والحركات المسلحة، هل هو مصادفة أم في إطار الترتيبات اللي تحدثنا عنها آنفا؟ ودين نفسهم ما ممكن تقرام بمعزل أنه كان في اجتماع في أركويج لمجموعة سمت نفسها الجبهة الوطنية. نعم. كان في اجتماع لمجموعة من القيادات السياسية سافرت إلى أسمرة واجتمعت لمدة قرابة الأسبوع، كانت موجودة في أسمرة. نعم. وزار البرهان أسمرة والمجموعة موجودة ورجع والمجموعة موجودة، وكانت في اجتماعات موجودة في القاهرة هنا بين المجموعات السياسية والاتحاد الأفريقي ومجموعات سياسية والاتحاد الأوروبي ومجموعات سياسية مع السفير الأمريكي في زيارته هنا. في كل هذا النشاط السياسي في العواصم الثلاثة أو في المناطق المختلفة في الإقليم في النهاية ما أدت صورة موحدة للقطاع السياسي، أدت بالعكس مزيد من تكريس هذه الخلافات. يعني كان مفترض إذا قرأت الأوراق التي قدمت في اجتماع المجلس المركزي في القاهرة هنا والتوصيات التي خرج منه كانت واضحة جدا أنه الاتجاه هو العمل نحو بناء منظومة مدنية أو منبر مدني واحد أو منصة مدنية واحدة لتكون بعد ذلك هي المكان الذي تنتج فيه الحلول السياسية. بذلك هذا تجميل صيدا للخلاف السياسي. اللي حدث بعد ذلك أنه لما مشوا أديس أبابا هم غيروا طوالي، رجعوا تاني والله القوى الاجتماع للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، معناه فيه متغير. نعم. الآن المتغير ده أصبح أكثر، يعني الآن الشقاق السياسي أكثر مما كان. نعم. المجموعة المشت جدة المشت جوبا. جوبا. نعم. كرست وضع جديد للمجموعة الموقعة على اتفاق جوبا. المجموعة التي ذهبت إلى أديس أبابا واجتمعت الآن تحت لافتة الجبهة السودانية العريضة ضد الحرب لمناهضة الحرب والاستعادة المسار الديمقراطي الآن هي كرست لمسار آخر وانقسام جديد مع مجموعات أخرى بتنشط في اتجاهات مختلفة موجودة برضا في موزع في مناطق الإقليم. كل هذا المشهد في النهاية أدى إلى مسارات متناقضة متحاربة. يعني أنا بس بالمنطق الكلام ده ممكن يكون يعني صورة يعني سريالية شاهدة ممكن تتخيلها هسه المشاهد. شوف خلاصة الاجتماع بتاع أديس أبابا، خلاصة الاجتماع، أنسى المظاهر، أنسى الصور، أنسى الأوراق اللي قدمت، أنسى البيانات اللي صدرت، الشكل الاجتماع. خذ البيان الختامي مثلا اللي صدر من أديس أبابا، خذ البيان الختامي صدر من جوبا. نعم. باعتبار انه ديل اكبر حدثين لقوتين سياسيتين معتبرتين او مجموعات سياسيه معتبره مشتته في الاتجاهين، ووضع السؤال هل كان الوصول للخلاصات التي وصلت اليها الاطراف في جوبا والتي وصلت اليها الاطراف في أديس أبابا تتطلب اجتماع وحشد سياسي ومجهود سياسي ومالي، لأنه في انفاق مسائل دي بالقروش، يعني في استضافة وتمويل
وما إلى ذلك. يعني في حديث عن قرابة المليون دولار لتمويل مثلا اجتماعات أديس أبابا، وهذه أيضا مثيرة للتساؤلات. أيوة. يعني بيبقى السؤال، نعم. بيبقى السؤال الخلاصة، هل بيساوي المجهود والمال الدفع فيه والفرص الضايعة؟ ما أنت هسه لما تقوم بعمل في توقيت غير مناسب ويكرس مزيد من الخلافات، بيبقى هو بيضيع في فرصة أخرى كان ممكن تتم في الاتيال معاه. ربما البعض رأى في أنه أديس أبابا تكرس، ما زالت تكرس مسألة الاتفاق الإطاري ومسألة الإقصاء والعزل، وجوبا يعني نفذ ذلك وتحدثت عن حوار وطني شامل داخلي بلا إقصاء. لا، هي الاتفاق الإطاري ما خلاص وانتهى، يعني ليس فقط بالواقع السياسي الموجود، إما حتى باعتراف بعض الشركاء الدوليين والإقليميين. ما قاله السفير الأمريكي جودفري قبل حوالي شهرين، أنا أعتقد هو لخص المسألة، هو قال ما قبل 15 أبريل لن يعود ولا يجب، هو استخدم عبارتين، لن يعود ولا يجب، هو خط الجملة مركبة، لن يعود ولا يجب أن يعود، باعتبار أنه هو اللي كرس الخلافات. إذن الاتفاق الإطاري وما إلى ذلك، العملية السياسية نفسها انتهت، وده باعتراف الجميع بما في المجلس المركزي أنه والله يغبنبني عملية سياسية جديدة خلاص، عشان ما الناس ما تبني يعني حرب في لافتة وهمية اسمها الاتفاق الإطاري، خلاص دي انتهينا منها. لكن بيبقى الواقع الموجود الآن، هل يمكن بهذه الخلافات، بظل هذه الخلافات ومزيد من شحذ الهمم في إزكاء روح الخلافات، هل يمكن أن تفضي إلى حل سياسي؟ بالعكس، الآن المشهد السياسي الموجود الآن هو أفضل طريق للديكتاتورية العسكرية التي ستأتي بعد الحرب، وللأسف الشديد هي لن تكون ديكتاتورية عسكرية حيقيم الشعب المتاريس في الشوارع ويتظاهر ضدها والجيش للسكنات، هتكون ديكتاتورية عسكرية مسنودة بالشعب، لأن الشعب حيقول والله الأمن أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا عاشرا. يعني في ظل هذه الخلافات السياسية مع هذه الكتل، هناك دور جديد للقوات المسلحة، ربما يعني لا. يعني فالله ولا فالك، القوات المسلحة تسعى لتحقيق الاستقرار ولتهيئة الجو للانتقال الديمقراطي كما تحدث الفريق البران في نيويورك. لا لا لا، شوف، عشان انت ما تمشي تدي اي دور سياسي للقوات المسلحة، انا بتكلم عن ان القوات المسلحة تظل في مكانها العسكري لتلعب الدور العسكري، لكن بالضرورة، لكن هو ما دور سياسي، ما الآن البلد في وضع استثنائي، هو وضع حرب، والقوات المسلحة هي التي تحارب، والقوات المسلحة هي التي تدير البلاد، والناس يتحدثون عن حكومة الطوارئ. لا لحظة، هذا دور أعتقد أنه دور مهم للقوات المسلحة. نعم. في دول كثيرة قامت الحروب واستمرت الحروب وفترة طويلة، وظل القطاع السياسي شغال شغله عادي، القطاع التنفيذي، البنوك شغالة، المدارس، الجامعات، وحروب شغالة. يعني الدول مثل اليمن الآن يعني تأثرت بالحرب لفترة طويلة، لكن دولاب الخدمة المدنية شغال، الوضع شغالة رغم الخلافات رغم الأعمال، لكن الواقع الآن لن تستطيع الواقع في السودان تفصل دور القوات المسلحة حيال عامة في ظل الحرب. ما أنا عشان أشرح لك هي الواقع أنه الجيش السوداني هو جيش عريق عمره 100 سنة، يفترض أن يستمر في حماية الدستور، حماية الوضع الدستوري إن وجد، وحماية البلاد من الداخل يعني ومن الخارج، وأداء دوره فقط هنا ألا يتغول على المسار السياسي. لكن أنا جايك، الجيش ده برضه ما عنده لحظة معينة هو مطالب بينزل للشارع إذا وجد أن هناك ما يتسبب في خطر على مهامه في حماية الدولة جاية من داخل الدولة، إذا كان هناك خطر من داخل الدولة. دي ما الحجة الجبهة يا عبود. عبد الله خليل لما مشى لعبود في القيادة العامة وعبود رفض، قال لي أنا ما بعمل انقلاب، كان بيقنعه بيقول ليه الدولة في خطر، الدولة هتضرب من الداخل، هنا من داخل القصر الجمهوري، إذا أنت ما تحركتوا كجيش الدولة هتنهار، أنتوا هتحمونا برا في الحدود ونحن الخطر داخل الخطر. في النهاية للأسف شديد طبعا ده ما واقع ده في النهاية التاريخ لا يمكن نغيره، في النهاية قامت تحرك الجيش بزريعة أنه والله هناك خطر على البلاد، يجب حماية البلاد من داخل القصر الجمهوري، دي الزريعة. لكن كان أنا ما عايز أقول أنه الهدف السياسي مختلف، أنا يعني بتكلم عن الزريعة، وضع سيأتي بأسهل رئيسا، أنا بتكلم عن الذريعة التي استخدمت. نعم. أنا ما بتكلم عن وضع. نعم. يعني ما ببرر الوضع، أنا بقول لك الذريعة التي استخدمت نفس الذريعة الآن ستعود، بمعنى أنه حيجي في لحظة من اللحظات تنتهي الحرب، حرب يعني هي الحرب انتهت، تتوقف المعارك ونرجع للوضع الطبيعي، هنا تستخدم الذريعة عشان ما يقولوا والله أنا بدعو لك كده، تستخدم الذريعة. أين المجموعة السياسية؟ والله يا أخي نازل في خلافات، في مجموعة في أديس أبابا، وفي مجموعة في نيروبي، وفي مجموعة في جوبا، وفي مجموعة في القاهرة، وفي مجموعة في
الأصقاع المختلفة وموزعين ونزل في خلافات. طيب يا جماعة عندنا دولة لا يمكن أن تنتظر، يلا أوكي جو أهيد، كون دولة، كون حكومة تحت اللافتات حكومة مدنية لكن تحت ظلال السلطة العسكرية، شكل الولاء في الولايات من قادة المناطق والفرق العسكرية في الولايات، واصبح رجعنا مرة ثانية للدكتاتورية العسكرية بذريعة غياب ربما تعبر عن مخاوفك أو تتخذ تقية. من الواضح أن القوات المسلحة يعني مهامة الأساسية والرئيسية في ظل وجود دستور حاكم، وهي كمؤسسة عسكرية يعني تقوم بدورها وواجبها في حماية الدولة والأدوار الأخرى. في ظل الحرب أعتقد أن الوضع مختلف قليلا، والأمر أمر طوالي، والآن واقعا لن تستطيع الدولة أن تؤدي أي واجب إذا عزلت القوات المسلحة. سنعود الإجابة على هذا المحور بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين، نعود من جديد لأكثر من حوار على شاشة الزرقاء مع الأستاذ عثمان مرغني. توقفنا أستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير التيار في نقطة مهمة جدا، يعني كيف تصف يا أستاذ عثمان يعني هذا التلاحم الشعبي الكبير مع القوات المسلحة بأنه تبرير لدكتاتورية عسكرية مسنودة حتى بالشعب السوداني، ومعروف أنه دور الجيوش أيضا في الأوضاع الاستثنائية يكون هكذا، وأيضا أربط أنت تحدثت أنه لا أديس أبابا ولا جوبا ولا أركويت لديها تصورات أو سيناريوهات لإيقاف الحرب أو إعادة الاستقرار للسودان. طيب يا أستاذ مجدي، في الحرب العالمية الثانية واحدة من الدول المهمة جدا كانت في مرتكزات هذه الحرب بريطانيا. من الذي كان يقود الجيش البريطاني؟ من الذي كان يتخذ القرارات؟ قرار مثلا الانسحاب من الضفة الفرنسية إلى داخل شبه الجزيرة أو في داخل الجزيرة البريطانية، في أخطر قرار يتخذ في التاريخ الذي كان ممكن أن يتسبب في القضاء على الجيش البريطاني بصورة كاملة. يعني كان في لحظة معينة بريطانيا مطالبة بأنها تتخذ قرار، هل يستمر الجيش 300 ألف مقاتل في الساحل داخل الساحل الفرنسي داخل أوروبا، ولا ينسحب ويأتي إلى داخل بريطانيا ويحمي بريطانيا؟ الذي اتخذ القرار في النهاية هو تشيرشل، وينستون تشيرشل. نحن رئيس الوزراء، ما عندنا تشيرشل الآن، يعني الوضع مختلف. أنا ما أتكلم عن شخص، لا ما على الشخص، أنا ما أنت لو تدني فرصة أشرح لك. نعم. بمعنى آخر، الجيش يقوم بالمهام العسكرية، القيادة المدنية هي التي تحدد أهداف هذه. أين القيادة المدنية تتحدث عنها؟ أنا بتكلم الآن بافتراض أنه إذا افترضنا أنه انتهت هذه الحرب، ما دي النقطة اللي توقفنا فيها الآن. تفصيل الوضع بعد ذلك يجب أن يكون هناك إدراك، لأن وجود قيادة مدنية سياسية أمر حتمي، وأن الجيش في الحالة دي ينصرف تماما لعمله الطبيعي العادي، باعتبار أن حماية البلاد أو تفويض الجيش حماية البلاد ضد الأعداء الخارجيين وليس التغول على المشهد السياسي. والكلام ده مؤكد قائد الجيش في عدة مناسبات من نيويورك وتصريحاته في المناطق العسكرية وزياراته. أنا ما بتكلم بس عن الـ هل يمكن أن يتحقق ولا يتحقق. أنا بقول الواقع الآن، موجه كلامي للقوى السياسية، أن القوى السياسية يجب أن تدرك أنها هي التي تقود، هي التي تقود الدولة، هي التي تحمي الدولة من الوقوع في البراثن الحروب، هي التي تنقذ الدولة من الحروب ومن نار الحرب التي تدور الآن. كل هذا الفعل يجب أن يكون فعل سياسي. لكن إذا افترض الساسة من كل الأطراف أنه والله ده فعل للعسكريين، وأن نحن ننتظر هؤلاء العسكريين يخلصوا من معاركهم دي وبعدك نجي عشان نسأل نبحث معهم الوضع السياسي، أنا بقول لا. الآن في هذا الوقت الراهن يجب أن يكون القطاع السياسي المدني متقدم حتى على العمل العسكري، لأنه هو الذي يستطيع بعد ذلك أن ينهي الأوضاع، وضع الحرب على الأرض، ويستطيع بعد ذلك أن يخرج البلاد في اتجاه الذي يضمن استمرار حكومة مدنية طبيعية هي التي تقود البلاد وتطبيع الوضع بأسرع ما يمكن، والوصول إلى مرحلة الدولة الطبيعية في أقل زمن ممكن. ده كله بيلعبوه السياسيين، لكن لو السياسيين قاعدوا والله قالوا والله، لكن على مستوى الواقع ما أنت حاسين بنفسك، قلت الجماعة ديل ما قادرين يعملوا لا سيناريوهات ولا رؤى، لكن الآن هناك أمر واقع
انت يعني انا كنت يعني اتوقع منك ما ده ظرف استثنائي انك تقول يس ده دور الجيش في هذه المرحله، ولكن يجب بعد هذه المرحله انه يحصل انتقال ديمقراطي ويتم حوار سياسي وتكون سلطه مدنيه، وهذا ما قالت به القوات المسلحه وقياده القوات المسلحه. انا لن اقول مثل هذا الكلام على الاطلاق. اذا انت كمقدم برنامج عايز تقول كده يجب ان يكون دور الجيش، ده كلامك انت استاذ مجد. لا لا انا اثير القضاء يعني مش انا. لا لا لا, لا, لا انا ما عايز اقول لك، انا بالنسبه لي الوضع عكس. انا بوجه الكلام للقوى المدنيه. نعم. يا قوى مدنيه انتم في وضع الان مهدد لوضع السودان كدوله يجب ان تكون بعد في ظل حكم مدني طبيعي لتخرج البلاد من الاوضاع الاستثنائيه التي عاشتها. يا قوه مدنيه، انا بتكلم عن القوه المدنيه، في مزيد من التنبيه لهذه القوه المدنيه والتحذير بقول لها يا قوه مدنيه لو انتم ظللتوا على هذا الخلاف على هذا الوضع سيؤدي ذلك الفراغ الى ان يكون الجيش هو الذي يكون شكل المشهد السياسي بعد الحرب، وسيكون ذلك خصما على الدوله السودانيه ككل، وتكون انتم السبب. إذن يجب على القوى السياسية المدنية أن تدرك الآن أنها في حاجة لأن تصنع المنصة الواحدة. المنصة الواحدة بالنسبة هو معنى أن تتفق، ما في النهاية خليكم أنتوا بالعكس، ونلقى لأنه الناس الديمقراطية تعني الاتفاق، خليكم كل واحد برأيه، اتفقوا فقط على الأهداف. الهدف في وجود دولة، في وجود قيادة مدنية سياسية للدولة، اتفقوا على الهدف ده، اختلفوا بعدك في كل شيء. عندما تتفقوا على هذا الهدف يجب أن تعملوا لتحقيق هذا الهدف، أن يكون هناك قطاع سياسي يقود البلاد بكل ألوان الطيف السياسي اللي موجودة فيه ويخرج البلاد من الحرب، وبعد ذلك يتولى الحكم. وأنا في تقديري يجب أن يتولى الحكم الآن قبل نهاية الحرب. الآن من يتولى الحكم قبل الحرب؟ القطاع السياسي المدني السوداني يجب أن يتولى الحكم الآن. أنا قبل نهاية، لأنه لو انتظر لحد نهاية الحرب يعني هو هذه القوة التي تنصحها ورب يعني أسأل الله أن تسمع نصحك، لو كانت تسمع أو لو كان ما كانت وصلت البلاد إلى مرحلة الحرب، يعني الاحتدام السياسي كان قبل الحرب، ولكن آثار الحرب أيضا يعني حسي أنا بقول لك بعد الحرب، وده كلام الآن يعني يتناقل، وإنت قلت الحرب دي قامت على رايات سياسية، وهناك حديث أنه هذه الحرب قامت أيضا نتيجة لمؤامرة ومماهاة بين الدعم السريع مثلا ومجموعة الاتفاق الإطاري ومجموعة سياسية. أثار الحرب يعني ما حتنتهي كده أي زول يغسل يده زي ما بيحصل الآن، هناك جرائم ارتكبت، وهناك من يشار إليهم بأصبح بأصابع الاتهام بأنهم من أثاروا هذه الحرب، وأكبر دليل على ذلك الآن تخرج أوامر من النائب العام بمتهمين يجب عليهم تسليم أنفسهم، وربما القائمة تطول. والله انت كلامك ده زي لما يكون واحد بيتكلم مع طالب فشل في الامتحان الاول يقول له والله بما انك فشلت في الامتحان وانك انت اصلا طالب فاشل وانت ما قاعد تذاكر فليس هناك امل في انك تصلح وضعك وتنتقل الى مرحله جديده. انا بتكلم بالعكس، انا بقول القوى السياسيه لا تحدث الى طالب، القوى السياسيه نحن بنشرح في واقع القوى السياسيه. ايوه طيب خلينا نشرح انا. نعم. طيب برضو أيوة. بس المثل انا ما شافه فيه القوى السياسيه الموجوده الان، القوى السياسيه الموجوده الان بغير توصيف اشخاص هي امتداد لوضع سياسي من سنة 53، هي ما جديدة مستحدثة. أنا ألفت 3 كتب بتكلم عن الكلام ده، أنه هناك اتساق للأسف، ما هو ما حاجة طبيعية، هناك اتساق من أول انتخابات، من بداية تكوين المشهد السياسي في السودان قبل استقلال السودان حتى هذه اللحظة، اتساق في الفشل السياسي الناتج من الطريقة التي العقلية التي تدار بها الأوضاع السياسية في السودان. الآن نحن نواجه أسوأ ما يمكن أن يواجه السودان، حرب خطرة جدا، يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية لا قدر الله، يمكن أن تؤدي إلى تشتيت السودان وتقسيم السودان، ويمكن أن تؤدي إلى سيناريوهات حرب إقليمية في المنطقة كلها. ده أقصى ما يمكن أن تصلوا من الفشل. بنقول يا جماعة من عبر هذا الماضي الذي تطور من فشل إلى فشل إلى فشل إلى وصل مرحلة حرب، يجب أن نتعظ الآن ونستخدم كل العبر الماضي ده في صناعة مستقبل جديد، ونغير الطريقة بتاعتنا في إدارة المشهد السياسي. تتحدث عن أحزاب راسخة وأحزاب، لا هي الأحزاب بتاعتنا يعني دي هي ما راسخة، لا تتحدث عن أحزابنا دي نشطاء، أحزابنا دي عمرها أكبر من عمر الدولة، وجماعات لها يعني أبعاد يا أستاذ مجدي يعني. أحزابنا دي عمرها قبل عمر الدولة، يعني إحنا أول حزب تكون في السودان سنة 45، الدولة استقلت سنة 56، يعني الأحزاب عمرها أكبر من عمر الدولة.
فاعلين الان ناشطين يا استاذ عثمان. لا ما ده توصيفك انت، ده توصيفك، ما ده توصيفك. ما انا في النهايه ما انا انا لما يجي لما يجي لما يجي توني بلير، لا انا اتبنى راي اراء ناس كتار جدا، حتى الاحزاب التقليديه الان هي منقسمه. لا ما يعني وين حزب الاتحاد الديمقراطي، وين حزب الامه؟ ما صحيح. والان الذين يقودون الان المشهد السياسي خاصه في اديس ابابا، ربما يقول لك البعض انهم مجموعات حتى خارج على حساب او مختلف حتى مع حسابها يعني. نعم ده ما نوع من الـ من الـ الكلام السياسي اللي يستخدم في التراشق يعني السياسي. نعم. لكن انا مشاهدين عن هل هذا هو الواقع. انا بتكلم عن انه سياسي. انا بتكلم عن مؤسسات سياسيه موجوده قبل الدوله السودانيه ان توجد، قبل الاستقلال، وان السودان بدا ممارسه الديمقراطيه الحقيقيه بانتخابات كامله الدسم برقابه دوليه ولجنه انتخابات على راسها هندي قبل استقلال السودان. وانه لكن يا استاذ اسمع، حسي بتكلم معك حسي عن الاحزاب، وين حسي يقول لي دي نموذج لحزب؟ انت تتكلم عن احزاب ما جدد ذاتها قياداتها وجاءت اجيال جديده، والان حصل اختطاف حتى للمشهد السياسي. طيب هذا انت ما يقول انت انت, انت في رايك يعني نعدم هذه الاحزاب ونعتبر انه خلاص؟ والله يا اخي انا ما في راي نعدم، انا رايي نبني الحل في يوم القيامه. احنا مختلفين في تفصيل الواقع، عشان كده نبني على الواقع. يعني تتكلم عن انه في تجربه سياسيه، نعم، ومنصور خالد وضع يعني موسوعه اسمها النخبه السودانيه وادمان الفشل، لكن بقول لك يعني في ظرف زماني معين حصل متغيرات كثيره جدا، وحصل تغيير في المشهد السياسي وفي الشخوص السياسيين وحتى في الفاعلين السياسيين بادوات مختلفه وجديده. اديك فرصه تعلق عشان ننتقل. طيب انا في النهايه انا بختصر كل المساله دي، انه الان في الوضع الراهن فيه تشظي سياسي كما كان يستخدم هذه العباره الدكتور عبد الله حمدوك، نحن الان نحتاج الى وصفه توجد نوع من العمل السياسي الحكيم الراشد الذي يستطيع أن يقود البلاد الآن من أسوأ نقطة وصلت إليها إلى بر الأمان. ونعتقد أنه الخلافات السياسية ما كبيرة للدرجة دي، بدليل أسهل لما يكون في مناسبة اجتماعية لأحد أقطاب المشهد السياسي تلقى كل الطيف السياسي موجود في هذه المناسبة، معناها ليس هناك خصومات سياسية بائنة يعني يمكن أن تفسر أو تكرس هذه الخلافات. لذلك يمكن أنا أعتقد عن طريق الوعي دي مهمتنا نحن كإعلام، مزيد من ضخ الوعي في أسهان هؤلاء السياسيين وتحذيرهم من الواقع اللي وصلنا له ونحن الآن، وتحذيرهم من ما يمكن أن ينتج عن هذا الواقع في المستقبل، يمكن أن نحاول أن نقنعهم أنه لا بد أن يتبنوا أطروحات عمل سياسي قابلة لأن تجعل الأهداف تتحد وليس الوسائل. اختلفوا في الوسائل كما تريدون، اتفقوا على الأهداف، خلونا يا جماعة نعمل لهذه الأهداف حتى نخرج إلى بر الأمان، نكون دولة ذات مؤسسات سيادية مدنية تقود الدولة بصورة طبيعية جدا، الجيش موجود في مهامه، وبالعكس نقوي الجيش أكثر لأداء مهامه الدستورية، ونصبح بعد ذلك دولة زينا زي الدول الثانية. ما الذي يمنع أن نكون زي دولة زينا زي الدول التي خرجت من 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 الحريق السياسي؟ هناك دول كثيرة أفريقية وغير أفريقية عانت كثير جدا من الصراعات السياسية ووصلت إلى الحضيض أسوأ مما وصلنا إليه. نعم الآن هي دول مزدهرة ودول كويسة، إيه اللي بيمنع أنه الآن نعمل ذلك؟ نتمنى أن يقتنع هؤلاء القادة السياسيين أكثر من اقتناعهم بتنفيذ أجنداتهم. يعني ننتقل مرة أخرى إلى جدة، ما هي توقعاتك لجدة الآن التي انطلقت اليوم؟ جدة عندها خيارين لا ثالث لهما، إما وصول إلى اتفاق سريع أو لا اتفاق. يعني بمعنى أنه توقعاتك الاتفاق في ما أنا بتكلم الفرص المتاحة الآن، ما هي فرص وتحديات. الفرصة الآن هناك كثير جدا من المشتركات، هناك إرادة سلام بالمناسبة، وأنا أقول لك الكلام ده على ثقة من الطرفين، من الجيش ومن جانب الدعم السريع. الطرفين الآن عندهم إرادة للوصول إلى سلام، صحيح متأثرين كثيرا جدا بالضوضاء والتشويش اللي حاصل في المشهد السياسي والمشهد الإعلامي والرأي العام بصورة كبيرة مؤثر عليهم للأسف شديد، لكن في النهاية أنا أعتقد هناك فرصة للوصول إلى سلام لسبب بسيط جدا، لأنه فرصة الوصول إلى مرحلة وين وين سهلة وقريبة ومسافة قريبة وبدون أي تكلفة كبيرة. لكن لما يجيك مثلا، لكن في الاتجاه الآخر إذا لم يستطع الأطراف في هذه المفاوضات الوصول إلى هذه النقطة ونقطة الاتفاق خلال فترة قصيرة جدا، لن يستطيع الوصول لهذا الاتفاق لسبب واحد، لأن معطيات الأرض طبعا العمليات العسكرية عموما لن تتوقف إلا باتفاق. يعني القائد العسكري موجود في وادي سيدنا، الموجود في المهندسين، الموجود في المدرعات، الموجود ما بيأخذ تعليماته من الوسائط أنه والله يا أخي جدة ماشي كويس خلاص خلينا نوقف عملياتنا، لا، وفي النهاية الواقع العسكري بيستمر لحد
ما يتم التوقيع والاحتفال بالتوقيع، بعد ذلك تصدر الأوامر للعسكريين ضعوا البندقية حتى يتوقفوا. طيب في خلال هذه الفترة بيتصنع واقع عسكري على الأرض، نعم بيتغير المشهد. التغير ده بيعقد المفاوضات بصورة كبيرة وقد يجعلها تنهار، لأنه في النهاية بيخلي في النهاية المسألة التعويل على النصر العسكري أكبر من التعويل على الوصول إلى اتفاق. ده ممكن نتجنبه بأنه يصل إلى اتفاق سريع على الأقل في المشتركات، ما هو في مشتركات كثيرة متفقين عليها. وبالمناسبة المفاوضات دي في شهر يوليو الماضي وصلت إلى 80%، كان متبقي 20% فقط، لولا انسحاب وفد الجيش كان ممكن يكون وصلنا لاتفاق. أنا شنو المحاور يعني؟ حاسس إن إحنا متكلم عن جدة، عارفين في وثيقتين اتوقع، وثيقة اسمها حماية المدنيين مستندعة للقانون الدولي والإنساني وكل العرف الدولي المتعلق بحماية المدنيين، يعني هل تتوقع إنه البنود دي تتنفذ ولا ما تتنفذ ولا في حاجة جديدة؟ كان هناك مفاوضات بين الطرفين في تنفيذ هذه البنود وفي الوصول إلى اتفاق سلام كامل، وقطع الأطراف 80%، لكن للأسف انسحب وفد الجيش في توقيت لم يكن توقيت مناسب ولم يكن من الحكمة انسحب، لكن خلاص ما ده واقع انتهى. احنا الآن عدنا مرة أخرى إلى جدة، خلاص ده واقع جديد. الآن هناك فرصة للوصول إلى اتفاق، يعني وانا اتفاق كنت اقول لك اتفاق، كنت اتمنى هل سينفذ اتفاق جده السابق ولا شكله كيف يعني؟ والله انا بستغرب استاذ، انا لما اقول لك اتفاق أيوة. اتفاق جديد ما هو جديد، اتفاق جديد لا القديم ده ما هو جزء منه، هذاك اعلان مبادئ طيب. واتفاق وقف اطلاق النار في يوم الاثنين، اعلان مبادئ لكن في بنود 1-2-3 اطلع من المستشفيات اطلع من البيوت، هم اتفاق افتحوا الطريق للغه الانسانيه، نعم اتفاق اعلان مبادئ وقع في 11 مايو، نعم اتفاق وقف اطلاق نار قصير مؤقت المدى في 20 ايوه 20، وتم جمعه الاثنين في الاتفاق النهائي. الان بيجي الاتفاق التالي ده بيضع الشكل النهائي للاتفاق الكلي بما فيه الاتفاقين. توقعك ليش شنو عشان بس ندي صوره للمشاهد؟ اي ما انا عايز اقول لك في النهايه الذي يتفاوض فيه الاطراف الان هو الوصول الى ايقاف الحرب بصوره كامله. طيب. على اتفاق يمكن ان يرضي الجميع بناء على المعطيات الموجوده في السابق، اتفاق السابق وما قبل السابق، لانه مساله دمج الدعم السريع في الجيش كان تم التوقيع عليها في الاتفاق الاطاري، بمعنى انه خلاص هي من حيث المبدا ما كان فيها خلاف، كان الخلاف فقط في متى تنفذ. الآن في واقع وجود حرب أصبح هناك متغيرات جعلت هذا الأمر غير قابل للإرجاء، لأنه في النهاية هناك حرب وهناك مدافع. إذن هناك فرصة للوصول إلى اتفاق بين الأطراف لإيقاف لوقف إطلاق النار، ونعتقد هذا الأمر لو كان الأمر في يدي كان ممكن يصل له في ليلة واحدة الاجتماع الأول. للأسف الشديد بالنسبة معليش يا استاذ عثمان عشان ما اعقل لك، ما انا انت قلت لي في اتفاق، انت حسيت بتكلم معي بشكل عام انه ممكن نصل لاتفاق، شنو اللي حيتفقوا عليه يعني؟ حسيت مثلا ما انت لو ممكن فرصه، ما انا اديتك الفرصه، ما انت اديني فرصه، لا لا بالعكس اديتك الفرصه يعني، هل تتفق؟ لا لا بالعكس دار اوضح انا بس عشان ما دار اطشش الساده المشاهدين، هم ما طشين هم ماشيين معي كويس، بس انت انت ركز معي. هل بتعتقد انه مساله يعني ممكن يتفقوا الان على دمج ما تبقى من الدعم السريع في الجيش؟ ده مثلا عشان بس عشان نشرح. نعم هي ده ما أصلا في النهاية مصير الدعم السريع بالمعطيات الموجودة وبموافقة الطرفين الجيش والدعم السريع، هيتم دمج الدعم السريع، لكن كيف يتم الدمج؟ ما هي دي اللي كانت المشكلة أصلا اللي جابت الحرب دي كلها. إذن السؤال في كيف يتم الدمج، خلاص ده ما بيقوا كده شغل فني عسكري بين الطرفين. الكلام بالنسبة اللي بيدور في جدة الآن هو ما في القضية دي. طيب بيدور في شنو؟ في أنه إلى أن نصل إلى اتفاق في هذه القضية يجب أن يخرج المواطن من الحرب. ما الآن إذا قعدوا الاثنين الطرفين يتفاهموا في كيف يتم الدمج، في مواطن قاعد برا بيته قاعد نازح عنده وضوء صعبة، المطلوب الآن أنه أخرج المواطن من المعادلة العسكرية، خلي المواطن ده يرجع بيته وهذا ويرجع عمله ويرجع بصورة طبيعية، بعدين أنتوا قعدوا بعدك تفاهموا تمام كيف تدمجوا الدعم السريع راحتكم، بس أن إحنا نرجع بيوتنا ونرجع ل هل تتوقع انه الميليشيا المتمرده تخرج من بيوت الناس حتى يعود الناس الى بيوتهم وتخرج من المستشفيات؟ توقعك شنو يعني؟ توقعك ايضا اذا الوسطاء عندهم اليات للمساله، توقعك لها شنو؟ هي بيكون السؤال الافضل هل وافقت على الخروج؟ نعم وافقت على الخروج. هل كان سيتم تنفيذ الخروج؟ كان سيتم تنفيذ الخروج. كيف يتم تنفيذ الخروج؟ بالاتفاق على أن تخرج قوات الدعم السريع ما تبقى من قوات الدعم السريع إلى معسكرات خارجية تحت حماية دولية ومراقبة دولية، وتكفل الجيش السوداني بإعاشة هذه القوات خارج في المناطق المعسكرات التي يتم فيها تجميع هذه القوات، وبعد ذلك بعد أن تخرج ويعود المواطن لبيته
ويعود لعمله عادي ويبتدي ياكل رزقه ويستمر بصوره عاديه. دي كانت مفاوضات ولا كان تصورك؟ ده اللي اصلا وصلوا له، وكان بعد ذلك يستمر التفاوض، يستمر بعد كده، لانه لسه ما انتهى الامر، ما انتهى، لانه فقط اخراج المواطن من هذه المعادله ده كان متفق عليه وكان لمصلحه الطرفين، لانه في النهايه الدعم السريع الان عنه طبعا الكلام ده دقيقه. نعم. الدعم السريع الان خطته ليس الانتصار العسكري، ما خلاص ده اصبح ما عنده معنى، ما هو عايز ينتصر وين؟ العلفون دخله، عايز شنو نقصه؟ شنو نقصه؟ مضوم بان نقصه يصل الكاملين، يعني حيغير شنو في المعادله؟ اذا ما في العمل العسكري اصبح ما عنده جدوى. انا قلت لك الاهداف انتهت. طيب بعد كده يصل يحتل وين؟ يحتل اي منطقه يمشي بعد كده، ما بتغير المعادله. لو احتل نيالة الفاش ما بتغير المعادله الا اذا كان بعد في النهايه اصبح بعد كده حرب انفصاليه، لكن المعادله لن تتغير لصالح الدعم السريع. اذا الدعم السريع الان خطته التحول الى المسار السياسي، المسار السياسي. طيب هل ممكن من حيث المبدا ده، دي الاسئله في ده طاوله المفاوضات، هل ممكن من حيث المبدا؟ هل اذا كان هناك، اذا كان ممكن، كيف يمكن ان يقوم بهذا العمل؟ هل سيوافق الشعب السوداني على هذا الانتقال ان يكون هناك حزب في النهايه هو الفيرجن او التحور الجديد لنسخه سياسيه من الدعم السريع؟ الدعم السريع ولاحظ في ظل وجود قوه ماليه ضخمه جدا مسانده لهذا التحول، يبقى ده التفاوض، ده التفاوض الحقيقي اللي بيستمر بين اطراف باعتبار انه ده المتاح. ما هو الاول ده القوه العسكريه، انت الدعم السريع وقعت في 5 ديسمبر في الاتفاق الطارئ، قلت انا بدمج في 5 سنوات، بدمج في 10 سنوات الخلاف اللي كان داير بين الاطراف. الان الدمج اصبح امر واقع، هتدمج بحكم الامر الواقع، لانه دي حرب انتهى خلاص، سالت دماء، بقى ما في امكانيه نرجع للاجال المؤقته. اذا بعد طوال خطوه كيف يمكن الانتقال الى الملعب السياسي؟ دي اللي كان ممكن تكون هي دي طاوله المفاوضات، او على الاقل دي التسويه اللي حتصل لمرحله وين وين. طيب نفترض فرضا انه اخو الله يا اخ حتى دي فشلت التسويه السياسيه ان يتحول الى نسخه سياسيه من الدعم السريع، يبقى الدعم السريع عنده خط الدفاع الثالث، هل يمكن استرجاع الامبراطوريه الماليه؟ لانه هسه دي اتريسك عالي جدا داخليا وخارجيا، لانه انت اصدرت قرار وحليته كمؤسسه في داخل السودان، معناه كله سقطت كل الاستثمارات الماليه. بالعكس في بعض الدول الاخرى مكتوبه برضه باسم الدعم السريع سقطت هذه الاستثمارات، جايه عقوبات دوليه حتطيح بما تبقى من الاموال، جايه المحكمه الجنائيه الدوليه، جايه كثير من الاشياء تؤدي الى انه تضع الامبراطوريه الماليه دي في محل شك كبير جدا. بيبقى دي المفردات اللي بيتم فيها السياق، وسياق ثالث بعد ذلك خلي اسف في الوقت الراهن. المهم انا عايز اقول في النهايه خلاصه شنو؟ نعم. المعطيات دي كلها الان هل يمكن ادارتها بشكل سريع جدا للوصول الى اتفاقات، ولا حنقعد نضيع الزمن؟ وخلالنا نحن نضيع الزمن قطار المعارك العسكريه بتغير كل مره، بتلقى محطه جديده وحتلقى واقع عسكري جديد يمنع بعد كده الوصول الى اي اتفاق هنا. طيب ما قاطعتك مش كده؟ طيب الان تقارير عسكريه كثيره تقول انه نسخه الدعم السريع الاولى التي كانت تقادل الان غير موجوده، النسخه الثانيه غير موجوده، الان يوجد في الخرطوم مرتزقه، وشواهد على وجود فصائل من معارضه لدول جاره وشقيقه استعانه قاده الدعم السريع حتى مقاتلين غير محترفين، وهذا ما أدى إلى تراجع الدعم السريع في مواقع كثيرة جدا، إذا في المدرعات، والآن مظاهر أن الخرطوم نفسها حصل فيها نوع من الانحسار، الحديث عن أنه هذا تحريك لنخبة سياسية موجودة في الخارج، يعني تطلب من المقاتلين أو من قادة المقاتلين أنه ينفذوا بعض الأهداف العسكرية بغرض تنفيذ أهداف سياسية. إذن الحديث عن مسألة دمج الدعم السريع والنسخة، الآن حتى التوصيف للدعم السريع لم يعد هو الدعم السريع الذي بدأ الحرب في 15 أبريل. أنت خلطت التكتيك بالاستراتيجي، التكتيكي مع الاستراتيجي، ما كلامك ده اللي هو والله دي الآن الدعم السريع على النسخة، المجموعة الأولى النخبة انتهت وجات مجموعة ثانية وانتهت يعني وجات مجموعة ثانية، متغيرات في الواقع الميداني. أنا بقول لك، أنا ما عايز أقول لك المتغيرات اللي أنت قرأتها كيف دي، قراءتك للمتغيرات دي، أنا حديك صورة أخرى. نعم. الإذاعة
مبنى صغير تعبان جدا، مبني قبل 40 سنة أو 50 سنة 80 سنة عمره، وفي منطقة صغيرة، محصور في منطقة صغيرة. من الذي يسيطر على الإزاعة الآن؟ الآن؟ المعلومات تأتي الآن، هناك سيطرة القوات المسلحة، ما هو الواقع مو ضمود غير ما هو أنا أنا ما بقول لك، أنا ما قلت لك النسخة الأولى أنا الإزاعة والقصر الجمهوري. أديني فرصة عشان أشرح لك. أنا لما أخذت لك المثال ده عشان ما عاد أبدأ لك بمثال كبير، القصر الجمهوري، المواقع الكبيرة، الوزارات، الجسور، يعني أنا عايز أقول لك أنت بتتكلم عن نسخ متغيرة، وأنا عايز أقول لك الواقع على مستوى النظر، أنا دار أربط بالواقع برضه عشان نصل لنتائج. أنا أخذتك الفكرة كلها. أنا عايز أقول لك أنه كلامك اللي قلته التحور والنسخ ده ما أثر على الواقع، هو خلاص الواقع العسكري كما هو، حي ودنباوي، حي بيت المال، المناطق دي حتى الآن، الجسر شنبات، هي كلها المظلات في بحري، كلها الآن تحت يد الدعم السريع، سواء كان نسخة أولى أو نسخة ثانية أو تغيرت أو جو أو جنهابين أو جو بتاع. المهم الواقع العسكري هو كما يكون، كما هو عليه، عشان ما تبني برضو عليه في معلومات جديدة إنه الواقع متغير. أنا عايز أقول لك شنو، أنا عايز نفصل الواقع العسكري ده من ما يحدث في جدة. أنا ما قبل ذكرت لك، قلت لك أنا الواقع ده العسكري ده برضو إذا تطور في أي اتجاه حيلغي منبر جدة، عشان كده خلينا نستبعده الآن. أنت طبعاً أداة تفترض سقوط نيالة في يد الدعم السريع. عشان أنا ذات ما بستخدم عبارات السقوط وكده، لكن خلينا ناسي في الوقت الراهن نتكلم على إنه العمل العسكري عموماً، ونتكلم عن منبر جدة، الفرص المتاحة له في إنه يصل إلى اتفاق وين وين للطرفين كلها. هذه المعطيات أنا ذكرتها بالصورة الموجودة الآن على الواقع، وأنها ممكن تصل إلى اتفاق سريع. أنا كنت بعتقد أنه بعض الأشياء من جانب المفاوض السوداني، المفاوض الممثل للجيش السوداني، كان ممكن تسرع العملية أكثر. يعني المفاوضات ده علم بالناس، أنا درست كورس بتاع مفاوضات يعني حوالي سنة كاملة، علم وتكتيك معين. من أهم ما تستخدم في المفاوضات قدرتك على التأثير على الطرف الآخر بمختلف الاتجاهات. هذه المفاوضات لو كانت مباشرة بين الأطراف، بين الطرفين، أنا أعتقد كان فرصة التأثير والوصول لنتائج أسرع. لكن بيبقى لما يجي الجيش أو وفد الجيش ويصير يقول والله يا أخي أنا حقعد في قاعة وأنت قاعد في قاعة ونتفاهم عبر وسيط آخر، كده أنت ما أضعفت قدرتك أنت كوفد الجيش في التأثير على الوفد الآخر. ما أنت عندك قدرة، أنت الجيش بالمناسبة، أنت الشرعي، أنت الشرعية الحقيقية، أنت السيادة بتاعت الدولة، والطرف الآخر معترف لك بأنه ده وضعك، أنت فعلا الشرعي ده. استخدم ده في أنك تأثر عليه، خليك مباشر تكلم معه، والعيون دي، النظرة بتاعت العيون دي بتأثر في الطرف الآخر، بتقدر تصنع الواقع اللي ممكن ينتج حل. لكن لما أنت تحاول تضعف كل عوامل التأثير بتاعتك، في النهاية بتنتج أنك بتطيل عمر المفاوضات. خطورة إطالة عمر المفاوضات أن الواقع على الأرض ممكن يتغير في أي اتجاه، وفي الحالة دي بيأثر على طاولة المفاوضات. للأسف الشديد في غياب المشهد السياسي اللي هو كان ممكن يحل هذه المفاوضات، كان يحل يوفر له بيئة أفضل، في غياب المشهد السياسي بيبقى كده على المفاوضات دي نفسها قبل لأن في لحظة معينة تختفي وتسقط بصورة كاملة. كان من الممكن أن نصل إلى اتفاق سريع جدا خلال فترة بسيطة لمعطيات موجودة وقواسم مشتركة بين الأطراف، وإمكانية التدرج في الوصول إلى اتفاق نهائي بوضع في اعتبار ما اتفق عليه أو ما يفترض أن الأطراف متفق عليه، وهو أن المواطن ليس جزءا من هذه الحرب. يعني يجي نبدأ بالجانب الإنساني الأول ونقول يا أخي المواطن ليس جزءا من هذه الحرب، لكن لأنه الدعم السريع محتل بيت المواطن، محتل الشارع، وعامل ارتكازات بفتش المواطن ده لو يتحرك من أي حي لآخر، ومستولي على مقار الخدمات، الكهرباء والموية، ومستولي على المناطق اللي بيشتغل فيها، المنطقة الصناعية والوزاراته، يجب أن يخرج الدعم السريع من كل هذه المناطق، ليس لأنه انهزم، لكن لا عشان يسمح للمواطن أن يرجع لحياته الطبيعية ويكون خارج المعادلة. بعد ذلك بقيت القضايا العسكرية تحل على نار هادية إن شاء الله بعد سنة، وبعد ذلك تصبح القضايا الأخرى أكثر هدوءا مناقشتها في مسار مختلف، والمسار السياسي ومسار بناء الدولة. وبالمناسبة كل ما تتقدم الدولة في مسار بناء الدولة خطوة، بتتراجع الحرب 10 خطوات. يعني أي حاجة تفعل في اتجاه كيان الدولة ككيان، يعني نفترض هسي المجموعة السياسية ده للأسف المختلفة اللي قاعد في أديس أبابا، والقاعد في جوبا، والقاعد في أي مكان آخر، لو توصلوا لأنه تكونوا مجلس تشريعي بس، قالوا أخي والله نقطة البداية هي مجلس تشريعي مشترك وخلاص، كوناه 300 شخص من المجموعة ده كله، كلهم كل واحد بالتراضي وصلوا صياغ، المؤسسة الأولى دي ستكون أقوى دفعة في اتجاه
يعني استعادة الدولة كمؤسسات وإيقاف الحرب، لأن الأطراف السياسية بتقرأ كيف في مرجعية سودانية متفق عليها سياسية طيب. قبل لأنها هي تكون جزء من المعادلة بتاعت السلام والتسوية. أردت أيضا يعني أن أترك الفرصة كاملة، وربما قالت القوات المسلحة أنا ذهبت إلى جدة لتحقيق أهداف بوسائل غير حربية، وهي حماية المدنيين استنادا على القوانين الدولية والقوانين الإنسانية التي انتهكتها الميليشيا المتمردة، لم تراعي قوانين الحرب الميليشيا المتمردة بعد هزيمتها في أو بعد انتهاء هدفها في 15 أبريل، تحولت وتحول التحدي إلى تحول أمني وجنائي وإلى نهب وسلب. هذا ما سنعود إليه في الفقرة القادمة أو بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين مرحبا من جديد في أكثر من حوار على شاشة الزرقاء، وحديثنا مع الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير التيار. واضح يعني نحن الاثنين يعني إن شاء الله مستحملين بعض يعني في الحوار يا أستاذ، أنت زول يعني ما شاء الله يعني. طيب كنا نتحدث، ويعني أنا شخصيا كنت بقول إنه أنت عندك إدلاءات وعندك يعني على مستوى، وهذا رأي يعني على مستوى النظر جيدة جدا، لكن دائما السؤال عن كيفية تنفيذ ذلك. تحدثت عن نصح للقوى السياسية، تحدثت عن إعادة تكوين حكومة مدنية قيادة مدنية، لكن السؤال المحوري في كل ما ذكرت كيف كيف يتم ذلك؟ طبعا أنا عندي تصور عام يعني مكتمل ومفصل لكل شيء، لكن خلينا نتكلم بصورة الإطارية الموجودة الآن. الآن للخروج من أوضاع التي يكابد السودان يجب النظر بصورة شمولية، صورة شاملة كاملة لما يجب أن يتم، وليس فقط أخذ المسألة بصورة من التبعيد، لأن القضية التي أو الوضع الذي يعاني منه السودان الآن ما بيحل بصورة بالقطاعي والله نحل المسألة العسكرية أول بعدين نجي للسياسية بعدين، هي كلها كده بتأخذ كمجمل. أنا أعتقد أنه الصورة الموجودة الآن على الأرض بشرها وبكل ما فيها من دماء وأشلاء ودمار قابلة لمعالجتها وفي أقل زمن ممكن بعدة مسارات، المسار العسكري والمسار السياسي والمسار المدني الذي يتعلق بعد ذلك ببناء الدولة. لكن معطيات الوصول إلى وضع يمكن منه فعلا أن يبدأ عملية الحل يبدأ الآن من التوافق على إيقاف وقف إطلاق النار. خطة وقف إطلاق النار الآن إذا تمت في زمن وجيز جدا بتدي الجميع فرصة بعد كده للنظر بعقلانية وموضوعية للمشهد السوداني بصورة عامة، الجانب العسكري والجانب السياسي. يمكن الوصول إلى وقف إطلاق النار الآن مبني على المعادلة التي اتفق عليها الأطراف خلال الفترة الماضية، هناك اتفاقات تم بينهما، وبموجب أن المواطن السوداني الآن هو طالما هو الذي يمثل حجر الأساس للدولة السودانية الإنسان السوداني يجب أن لا يكون جزء من معادلة الحرب. يعني لا يمكن أن يكون بيته والشارع بتاعه هو مسرح أو ميدان للحرب. دي يمكن الاتفاق على مفردات أنا أعتقد بغاية البساطة والسهولة، وأعتقد أصلا تم الاتفاق عليها، لكن بعد ذلك يصبح الوصول لشكل نهائي لهذا الاتفاق السياسي يكرس في النهاية إنهاء حالة الحرب والبدء في مسار الدولة. هذا الأمر لن يكتمل إلا بتوقيع اتفاق نهائي، لكن للأسف الشديد المسافة الفاصلة من هنا الآن لحد توقيع الاتفاق النهائي محكومة بتضاريس كبيرة جدا موجودة على الأرض، وقنابل وألغام مزروعة. هذه القنابل والألغام إذا انفجرت لن نصل إلى هذه النقطة، فيجب الآن توخي أفضل وأقصر طريق يمكن أن يوصل إلى هذا لحظة الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام، حتى يمكن بعد ذلك أن نبدأ في القضايا الأخرى التي يمكن أن بناء الدولة. هذا الأمر أنا أعتقد في تقديري إذا استطاع الأطراف في جدة استطاعوا الآن تغيير شكل المفاوضات لتصبح مفاوضات مباشرة، والاتفاق بصورة مبدئية على أن الأهداف الهدف الأساسي من المرحلة الأولى الإنساني والعسكري هو تحييد المواطن، ثم بدء بعد ذلك في المشاورات الأخرى، أنا أعتقد يكون هنا انتهت الحرب عمليا. يعني المواطن خرج منها، المواطن بعد كده حيتابع أخبار المفاوضات وحيتابع الأخبار الأخرى كأنه بيتابع حاجة بتحصل في مكان آخر، لأنه هو ما جزء من المعادلة كما هو الوضع الآن.
بعد ذلك وهذه النقطة الأهم، وأنا أعتقد كانت ممكن تبدأ في وقت مبكر جدا لو زي ما قلت لك لو كانت المجموعة السياسية قادرة على أن تعمل فيها. نحن في حاجة إلى بناء دولة، هذه الدولة لا يمكن أن تبنى بمؤسسات استثنائية كما هو الحال. كل المقترحات المقدمة من كل القوى السياسية بتعول على أن تضع جسم استثنائي، وضع استثنائي على افتراض أنه ده بوصل للدولة، ما ممكن. ما أنت الدولة دي هي ما حاجة يعني اختراع غريب وجديد، حاجة موجودة في كل العالم عندها مؤسسات. أبدأ بتكوين هذه المؤسسات من أي مؤسسة عندك إمكانية أنك تبدأ مؤسسة، ودي الأسهل من المؤسسة التشريعية باعتبار أنها واسعة وتسع الجميع وبتدي فرصة لبناء السوفت وير التشريعات اللي بتبني بقية المؤسسات. أو خلينا نسيب ده كله إذا كنا عايزين نبدأ بالنقطة يعني وضع دستوري شرعي بالانتخابات، خلينا ممكن نتفق مثلا مبدئيا على أنه والله يا أخ ممكن تكون في انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية فقط، شخص واحد عشان يبدأ هو رأس الخيط خلال شهرين، خلال شهر، لأنه دي انتخابات سهلة لأن ما فيها دوائر، ما فيها إحصاء سكاني، هي شخص واحد. ولو القوى السياسية بتفكر وبتشوف مصلحة السودان كان ممكن تتفق على مرشح واحد، مرشح مؤكد هو مقبول لكل الأطراف، ويصبح هو الشخص الوحيد الذي يدخل الانتخابات ويفوز بالتسكية، فيأخذ الوضع الدستوري المنتخب دون الحاجة للدخول في تعقيدات الانتخابات والمواجهات، وتبدأ منه من النقطة دي، تبدأ بعد كده بناء بقية المؤسسات من نقطة شرعية دستورية منتخبة، يعني عندها تفويض حقيقي، تبدأ بعد كده عملية بناء المؤسسات. وأنا أعتقد كل السيناريوهات دي بتحتاج إلى حاجة واحدة، إرادة سياسية ونظر للغايات والأهداف وليس الوسائل في الوقت الراهن. نعم تمام، هذه رؤية الأستاذ عثمان مرغني، أتحمل الفرصة أن نستمع إليها في هذه الحلقة من برنامج أكثر من رأي. 6 أشهر وأصلاً المواطن يعني وضعته الميليشيا المتمرية جزء من الحرب، وهو يعاني الآن ما يعاني، يدعم قواته المسلحة وينشد العودة والاستقرار إلى منازلهم وإلى بيوتهم نحو مرحلة جديدة يمكن أن نستعيد فيها عافية المجتمع. أشكركم أيها السيدات والسادة على كريم المتابعة في هذه الحلقة من أكثر من حوار، كما أشكر الأستاذ عثمان مرغني، وإلى لقاء آخر. شكرا يا أستاذ. شكرا، كتر خيرك.